بس انت عشتي ليلة الدخلة مرات عديدة على المسرح على المسرح طبعا ومعنا الأستاذ إيهاب فاكرين بعض طبعا في مسرحية ليلة الدخلة فاكر يا إيهاب كانت بتعمل ايه حنان كانت لسه صغيرة يا ميا كنت ببقى سقعانة كنت بتبقى سقعانة ليه لان كان في الشتاء وكان المسرح بنتحدى كان مسرح صيفي كان مسرح الجزيرة والأستاذ سمير عبد العظيم بيتحدى بالرواية دي فراح مقفل المسرح كله بشادر وكراسي وقفله من فوق فاحنا حاسين بتلج لان فوق اللي هو هو فانا ببقى فستان فرح وانا عامله كده اهو ومتكتكه واللي هو رمزه كده برضو الاقي ايديا دي ساقعه تلج وهم عمالين بيعزفوا لابسين بلاطي جامد جدا وعماله بحقد عليهم وحاجات كده وكانت مسرحيه كوميدي جميله جدا اللي هي للكوميديا يعني ايه للكوميديا هقول حاجه في شاهد معانا هنا هي مسرحيه في شاهد على ليله الدخله هي مسرحيه كانت بتقول ايه ان البنت اللي عايشه حياه سعيده جدا ومرفهه بشكل غير عادي فشافت مطرب عجبها الستايل بتاعه فقالت له بابي انا عايزه اتجوز ده فراحت متجوزه دوت وده طلع عينها يعني اللي هو البني ادم في فكر كمان ليها ان البني ادم لازم يختار بعقله مش بقلبه مش بالستايل ها يا مامي ده جميل شفت الجنس بتاعه انا هتجوزه علشان اللبس بتاعه وفعلا اتضح في الاخر ان الجواز فعلا لازم يبقى بالعقل بالاختيار وبالحس بالمشاعر بكل حاجه جميله بين اتنين هيقضوا حياه جامده جدا مع بعض فاكره في ليله الدخله دي كنت بتغني لا كنت بغني كانت بتغني ولا لا ايه كانت بتغني بتقول كنت بغني ايه كانت بتغني ايه ده انا ناسيه النهارده اصلها ليله مسرحيه عبد الحليم لا احنا لسه داخلين لعبد الحليم كانت بتغني ايه يا اول مره لا ده احمد ادم هو اللي كان بيغني والله يعني طب انت كنت بتقولي ايه لا كنت يعني ايه بقطعه بكوميدي كده اي يعني حاجات انا مش فاكره طب كذا سنه فكرينا كده بمسرحيه ها ولا يعني يلا يا ايهاب ايهاب طب ما مش عارفه عاوزين تسمعوا صوتي ده انا صوتي تعبان يعني صوت الممثله يا جماعه هي مش مطربه هي الاداء اللي يهم مش كده ربنا على فكره صوتها فيها شبه وصوت طبعا بيقولوا لها الناس كله من مين نجلاء نجلاء كانت بترفض انها تغني بس افتكر ان انت كاداء بس انا فعلا 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 يمكن من العرض بتاعي في المسرح وما بمثلش بمايك فصوتي مرهق الى اقصى درجه تتخيلوها احنا مش عايزين نسمع طرب احنا عايزين اداء يعني في ميكروفون ادينا الميكروفون عايزين اداء مسرحي اداء مسرحي خلاص أول يوم أتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة تحب يا قلبي أول يوم أتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة والله يعني انا حبيت اعمل مدخل لطيف معاكي للخط الاحمر والعبد الحليم حافظ وعايزين نقول ان الخط الاحمر هي مونودراما بتقوم بيها حاليا حنان شوقي من تاليف الاستاذ الكاتب والصحفي الاستاذ يسري الفخراني واخراج محسن حلمي
ودراما او مونو دراما عشان نشرح للناس. المونو دراما بيقوم بتمثيلها ممثل واحد فقط، ودي يمكن من المرات القليله اللي بتقوم فيها ممثله شابه ببطوله مونو دراما، لان عاده بنشوف المرحله دي بتوصل لها ممثله كبيره، يعني استاذه عايده عبد العزيز، استاذه سميحه ايوب، صفيه العمري، كلهم عملوا مونو دراما. يمكن انت اول واحده من جيلك تعملي مونو دراما. هو قالوا لي ان انا اولا انا بحضر للمونو دراما ديت من 5 سنين، مقتنعه بقضيه معينه واستمريت في القضيه وقعدت افكر فيها ان انا عايزه اعمل مونو دراما للشباب، لجيل الشباب. جيل دوت بيفكر ايه؟ جواه ايه؟ ايه سلبياته؟ ايه ايجابياته؟ ايه يعني حاجات كتير قوي في. فناس كتير قالوا لي ان انت مجنونه، وهو دائما المونودراما تتعمل لما الممثل يوصل مثلا لسن 50 يبتدي يعمل مونودراما، زي مدام سناء جميل، زي مدام سميحه ايوب، زي ناس كتير جدا عملوا مونودراما. فازاي حنان وانت في السن ده انك تعملي مونودراما؟ انت مجنونه، انت بتهدمي مستقبلك بايدك. وانا مش سامعه خالص. فكلمت كذا كاتب مسرحي على المونودراما، فقلت له انا عايز اعمل مونودراما كذا، فكرتها كذا كذا كذا، فيكتبوها لي، فيجي لي لا اقول مش ده اللي انا عايزاه، مش ده اللي انا عايزاه، مش ده اللي انا عايزاه. لحد في مره انا صديقي او اصدقاء صحافه، هو كصحفي وانا كفنانه، يمكن هو ابتدى صحافه انا ابتديت فن، استاذ يوسف فخراني. فرايحة قعد معاه فبيقول لي مالك متنرفزة لي؟ قلت له مش عارفة حد كاتب يكتب لي مونو دراما للشباب. قلت له ما تكتبها انت، انت شاب وما فيش حد، وانت كاتب كمان، فما فيش حد هيعبر عن الشباب غيرك انت. قال لي والله فكرة غيرك انت وغيري انا. لا غيره هو، اصل الكتوبة الكتوبة مهمة جدا. يعني ايه كتوبة؟ اللي هو الكتابة المسرحية. ايوه ان انا همثل منها، بيسموها كتوبه بلغه الممثلين مع الكتاب. فكتبها فعلا وعادها يمكن 3 مرات، عاوز يبقى الاحسن الاحسن في الاحسن، لحد ما طلعت للنور. والحمد لله حاجه جميله جدا، هي صرخه يمكن بالنسبه لصرخات الفنانين العظام الكبار، بالنسبه لهم صرخه قد كده، بس انا حبيت ان انا اعبر عن الشباب فعلا، صرخه للشباب، وكان نفسي توصل.